أغلب شوارع العاصمة طرابلس تجد ضيفنا اليوم بابتسامته وروحه المرحة التي عرف بها منذ أن كان لاعباً واسماً عملاقاً في ملاعب الكرة. نوري محمد عبد الله الملقب بنوريتا استقبل فريق قناة الوسط وبرنامج لمسة وفاء الذي كان في زيارة إلى منزله ليحكي تفاصيل حياته ومشواره التي يجهلها أجيال عدة. تسمع عن الجوهرة السوداء التي قدمت الكثير لليبيا دون مقابل. ولد نوريتا في العاصمة طرابلس سنة 1950 وبدأ مشواره الرياضي بفريق زاوية الدهماني قبل دمجه إلى نادي الظهرة، لكنه اختار الاتحاد الذي يعشقه ليبدأ معه مشوارا حافلا بالعطاء سنة 1970. ذاع صيته في أول مباراة رسمية يخوضها وكانت أمام فريق الشرطة، حيث دفع به المدربان علي الزنتوتي ومحمد الخمسي وسجل اسمه بين نجوم العميد. صنع تاريخا كبيرا لفريقه رفقة أبناء جيله الحارس الراحل الحاج عبود والسد العالي نوري تروني والثعلب أحمد لحول وشقيقه رجب وهداف العرب علي البسكي، بالإضافة إلى ممدو وعبد القادر السوداني ومصطفى التومي. مثل المنتخب الوطني بداية من بطولة الجلاء سنة 1972 واستمر مشواره حتى أواخر السبعينيات. جاءته عديد العروض للاحتراف في الملاعب التونسية وفي إيطاليا، لكنه فضل البقاء في الاتحاد دون النظر إلى الجوانب المادية، وعاش حياته متواضعا ولم يكسب من الرياضة وكرة القدم سوى حب الناس. أهلا بكم وشرفتونا وبارك الله فيكم ومرحبتين بكم وأهلا بكم. شهر مبارك إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد وعلى كافة المسلمين في الشهر المبارك. بدايتي الرياضية في سنة 1965 في درجة تانية مع نادي اسمه نادي زاوية الدهماني. بدايتي الرياضية مسيرتي الرياضية طبعا بدايتي الرياضية الأولى كانت من شوارة طلقت إلى نادي زاوية الدهماني اللي هو درجة تانية، وبعتالي تدريجيا قعدت سنة ولا سنتين في زاوية الدهماني حتى دمجوا الأندية مع بعض. من بعد انتقلت لنادي الاتحاد، طبعا عندي نادي الاتحاد المفضل ويعز علي هلبا كممثل كبيرة. كنت زي ما تقول مدافع مهاجم كلا الحالتين ندي فيهم. فمقايد لي هو المدرب اللي يدرب فينا مرات انت اللي تبدأ بالهجم تبدأها الهجمة. فديت نلعب ظهير ايسر مدافع ومهاجم. ذكريات الناس الملاعبية الأولين السابقين زي الحاج عبود بهلول عبود زي نور الترهوني زي ممدو زي عبد القادر زي مصطفى التومي زي محمد كوسا زي فتحي مسعود زي البسكي زي احمد لحول، هذا اللي لحقت عليهم وانا صغير. كوره كان فيه رغبه وفيه زي ما يقولوا الناس اللي جرينتا، ونلعبوا على الغلاله ونلعبوا على المؤسسه اللي منتمين له. تو بدت فلوس وشهره وواحد، كانت متعه الكوره مليحه، واحسن ايام الكوره اللي بيها هي البلد. في سنه من سنوات في شهر مبارك زي السنه هذه ان شاء الله وانتم بخير شهر رمضان، نتذكر فيها احنا والاهلي الطرابلسي. وفترة في رمضان الفترة هذه كاي صيف كنا نمشي للمصيف ليلة القدر الأربعاء ليلة القدر نلعب احنا والأهلي، واحنا طالعين من المصيف البلدي يقول لي علي الأسود وعبد الباري سيرس اليوم حنفوز عليكم يا نوريتا. قلت له مستحيل ليلة القدر هذه واحنا بالذات هذه المباراة نستنوا فيها. خسينا للمباراة الشوط الأول مازال فيه متاع 10 دقايق، مديت طبعا اني مرات نبدأ بالهجمة، مديت بالهجمة ومديتها واستقبلتها مرة تانية واعطيتها
لاعب البهلول اللي هو اسماعيل بوغندا الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، مات في بريطانيا، هرب من الهاشمي البهلول في البورتة لوتيا مش الفوقية، هرب من الهاشمي البهلول وهرب بخط الدفاع الخلفي، وخليفة بن نوار سكر له الزاوية، سكر له الزاوية بمعنى الكلمة، عرفه وين بيضرب. مسي هيك سبحان الله، هو يلعب يمين البوغن يضربها باليسار تمشي في اللانجولي الثاني، هذا يسار. تمت المباراة لأن القدر واحد سير، ربحنا فيها الاتحاد هذه في البلد. لعبت في نادي الاتحاد أنا طبعا المباراة بحكم صغير، وكنت متميز ونلعب في الكرة برجلي الزوز باليمين وباليسار، الخط الخلفي نلعب فيه 3-4-5-2 نلعب فيه الخط الخلفي. فبصراحة اللي يجيب أني المتميز فيه اللي هي تلعب بالراس، ضربة بالراس، كنت متمكن بالراس لما ترفع الكرة، كنا نتعاند وشكون يضرب الكرة بالراس، ونضرب الكرة بالراس رأي هدف، مش هيك عشوائي نضربها بالراس، لا مركزة الكرة مركزة، نطلع جنب فوق ومن الفوق هنا ندفع الكرة براسي، ندفعها لاش براسي ونبهها تمشي الكرة. زادت اللي نفتخر به قاعد في نادي الاتحاد، لما نلعب تلعب ثلاث مواسم، لما نلعب من الشوط الأول لا يمكن نغضب المدرب متاعي أو الأستاذ متاعي، ضروري 90 دقيقة نكملها. أبرز المواقف الطريفة نلعب إحنا والوحدة، خو محمد الحراتي اللي شرع النصر اللي بيع في الحلوات، الحلوات عندي يقول يا عبد يا عبد يا عبد، فطلعني ننفعل فعلا في نفس المباراة، طلعني الحاكم بالحمل، وأنا ماشي نسمع يا عبد يا عبد، وليت انفعلت فهمتني، فعاد نطلع للتريبونة من الممر بتاع التشريفات، فنادى علي الحاج علي قال لي ليه ما نلعبش في الفوضى ونلعب في احنا نادي محترم ويلزم تحترم روحك وتولي، ما عنديش ناس يديروا فوضى ويديروا، ارجع ردني من نفس السلم. هذه كانت لعب فيها الطريق فترة نذكروا فيها نبو زوز مباراة نربحوه، إذا كان من نربحوه مش نقعدوا درجة تاني. خسينا الاسبلياتوري نادنا الحاج علي قال ضروري، إحنا نادي كبير مش معقولة الناس هربوا علينا والمشجعين هربوا علينا، ضروري تكسبوهم. خسينا الشوط الأول نقولك تقول مش الاتحاد تقول هادو البرازيل، وفعلا تمكننا من المباراة الأولى فزنا عليهم 2-2، والمباراة الثانية كنا متفوقين عليه وقعدنا في الدرجة الأولى. ولا أول ما كسبت ما كسبت إلا الناس الباهية والمؤسسة اللي كنت فيها، ما كناش نلعب على مادة على المادة، كنا نلعب ومنزل المؤسسة اللي أنا منتمي لها، ولما يكلفوني بحاجة يلزم نكون أنا قدها. ما كسبت منها شيء، الرياضة التي اختي بنفسي والناس الباهية، كنا منلعبوش على المادة، كنا نلعبوا على الغلالة، كنا نلعبوا على المؤسسة اللي منتمين لها لا أخطر ولا أقل. كانت الإدارات كويسة والمسيرين كويسة، ونلعبوا كأسرة واحدة وزملاء، ما فيش تقصير، كانوا من اللانديا بصراحة سواء ماديا ولا معنويا. يقولي بكل صدق وبكل أمانة، لا لا كل مش غيرنا الرياضيين الكل بصفة عامة في ليبيا ما عطوهمش حقهم كأندية وحتى كدولة، كمتلنا دولة في ليبيا ما عطوناش حقنا المضبوط. كسير الليبيين سني واحد متقاعد مرتبة 450، يعني معاد نقول الحمد لله الحمد لله، وتقاعد سن تقاعد يعطوا في 450. ولا بصراحة من فضل ربي نحمد في ربي اللي
أسرتي وصغاري الحمد لله، يعني لما بنشوف غير نقول الحمد لله يا ربي ما أعطيتني. كابتن نوري، احنا أسرة لمسة وفاء من قناة دبليو تي في ومجموعة الوسط الإعلامية، اهلا وسهلا. عارفينكم انكم انتم ما خديتوش حقكم، وهذا قليل من كثير من حقكم. احنا واجبنا اليوم ان احنا نكرموكم على قليل من كثير اللي اعطيتوه انتم للرياضة. الله يحفظك ويطول الله في عمرك للرياضة الليبية. طول الله في عمركم، طول الله في عمركم. طبعا مجموعة الوسط الإعلامية تتشرف انها تقدم لك قيمة تكريمية بسيطة، حاجة بسيطة من اللي اعطيتوه انتم للرياضة. الله يبارك فيك. وسط قناة دبليو تي في لكم تكريم بقيمة 10,000 دينار. بارك الله فيك. انتم قدمتوه للرياضة. بارك الله فيك. للرياضة، وهذا قليل من حقكم الكثير. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، وجزاكم خير ان شاء الله، وتجونا في وقت طيب، وان شاء الله رمضانكم مبروك، ونصلي على أمة محمد. بس أنا متأمل خير إن الليبيين نرجعوا لبعضنا، وعملية المصالحة وعملية يعني ما عادش نبوها البغداء هذه. أنت منين وأنا؟ أنت ليبي وأنا ليبي، وليبيا للجميع.